أضرمت النار في نفسها لتختتم شهر تموز بعاشر حالة انتحار، فيما سجل الأسبوع الثاني من هذا الشهر 5 حالات انتحار، وتعد شريحة الشباب هي الأكثر إقداما على الانتحار. بلغت نسبة حالات الانتحار عام 2017 إلى تاريخنا هذا اليوم 26 حالة، هو أضعاف هذا العدد لمحاولي الانتحار. آخر حالة كانت لشاب بمقتبل العمر عمره 22 سنة، حيث كان بسبب الرسوب في الدراسة والامتحانات الوزارية. للأسف الشديد ازدادت في الآونة الأخيرة ظاهرة الانتحار وأصبحت وباء عم العراق للأسف الشديد. اللجنة الحكومية المعنية بحوادث الانتحار رجحت أن تكون البطالة والفقر وعدم استغلال أوقات الفراغ بالنسبة للشباب وكثرة المشاكل والضغوطات النفسية والابتعاد عن الدين سببا في زيادة حالات الانتحار. اجتماع اليوم هو اجتماع طارئ لخلية الأزمة نتيجة لتزايد الحالات بشكل ملفت للنظر، أصبح من 26 حالة، وحقيقة هذا الشهر شهر يعني صعب جدا على المحافظة بوجود حالات انتحار بهذا العدد، وتزامن مع وجود امتحانات وظروف اجتماعية سيئة وارتفاع درجات الحرارة وجملة أسباب ومسببات تم معالجتها. احنا كعمل شؤون اجتماعية يعني عندنا قاعة بيانات للناس العاطيين العمل، حيث كان العدد ما يقارب 57,000 عاطى العمل على عموم ذي قار. هذا الرقم مخيف في هذه المحافظة كون البطالة موجودة. واعتبرت اللجنة غياب التنسيق والتعاون بين المؤسسات الدينية والاجتماعية والحكومية سببا في ازدياد المشاكل والضغوطات التي دفعت باتجاه تضاعف حالات الانتحار. من ذي قار غزبان الغزي، الشرقية نيوز.